تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 29 بعد 200 على التوالي باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية، حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال منازل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، واستهدفت الغارات منطقة الزويدة بوسط قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه الشواطئ الشمالية لبحر غزة.